تزامناً مع عيد أكيتو، أطلقت شبكة الإعلام العراقي قناة السريانية في حفل مهيب حضرته شخصيات رسمية وممثلين عن المكونات. هذا الحفل هو بمثابة الإعلان الرسمي لانطلاق هذه القناة من البث التجريبي إلى البث العام. إن هذه اللحظة ناتجة عن جهد كبير بذله الزملاء في شبكتنا وصولاً لإنجاز المهمة وإطلاق البث الدائم للقناة الجديدة. حرصنا على تكريس جميع الإمكانات الهندسية والفنية من أجل ناتج يليق بالجمهور المستهدف الناطق باللغة السريانية والتي تمثل عمقاً تاريخياً لبلاد ما بين النهرين. يعني تهانية القلبية لهذا الإنجاز، وكثير أشكر دكتور نبيل جاسم اللي سعى أن تكون هالقناة تطلع من نطاق التجربة إلى قناة دائمة. كل الإعلام العراقي يساهم في نشر حضارة بلاد ما بين النهرين. هاي الحضارة هي عالمية، هي عريقة، وأيضا تنشر ثقافتها المتنوعة. حلو أن يكون هذا النسيج عربي، كردي، تركماني، سورياني، مسيحي، مسلم، سني، صابي، هيك يعني. جهات إعلامية وبرلمانية رحبوا بهذه الخطوة وعدوها أبسط الحقوق لشريحة مهمة من شرائح بلاد وادي الرافدين لنقل الثقافات المتنوعة عبر محطة إعلامية مهمة. نشهد إطلاق شبكة الإعلام العراقي قناتها السريانية الفضائية الأولى من نوعها في الوطن العربي، لتكتمل بإضافتها الباقة الوطنية العراقية لشبكة الإعلام العراقي، وهي خطوة مهمة ونوعية خطتها الشبكة انسجاماً مع توجهات الدولة العراقية في إظهار الهوية الوطنية الجامعة للأمة العراقية بكل تنوعاتها الدينية والمذهبية والعرقية. ببالغ السرور تبارك لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي لشبكة الإعلام العراقي ولأهلنا السريان انطلاق قناتهم الفضائية التي تمثلهم في محافل الإعلام الذي يعد الواجهة الحقيقية للثقافات أمام الشعوب. ولا يخفى على الجميع أن السريان يعدون من أقدم الطوائف التي سكنت العراق على مدى التاريخ، ولهم الحق علينا في توفير جميع استحقاقاتهم، وأن خطوتكم الجبارة هذه بتخصيص قناة فضائية لهم ما هي إلا جزء يسير من حقوقهم. وتم تجهيز قناة السريانية بأحدث الأجهزة وتصميم الاستوديوهات بمواصفات فنية متطورة وفق خطة برامجية لبث نشرات إخبارية وأكثر من 40 برنامجاً تسجيلياً متنوعاً. لبرنامج صباحات رمضانية، سمير الحميدي، بغداد.